بكم معايا مرة أخرى في قناتي سلميتا كوريتا. إذا كنتم جدادين فأهلا، أنا سميتي سلمى. قدامي فمرحبا بكم معايا مرة أخرى. الفيديو ديال اليوم فيديو كنت جالسة مع ليا ما بيا طحت عليا الفكرة وقلت أجي ندير. عبارة عن أنني غادي نتحدى راسي نبقى فايقة 24 ساعة ما نعش، يعني من 12 ديال الصباح. أنا حيت كنفيق في 12 دونك قررت نبدا في 12، من 12 ديال الصباح حتى 12 ديال الصباح الموالي ما نعشي. حدي شاركت معايا في اختي ريحاب، دابا اختي ريحاب ما متوفراش حاليا، مي هي شاركت معايا في التحدي. ما طولش عليكم بزاف لا فيديو وخليكم تشوفوني واش قدرت انني نكمل انا واختي 24 ساعة من نعشي ولا ما كملناهاش. وقولوا لي في التعاليق قبل ما تشوفوا لا فيديو واش نقدر عليها ولا ما نقدرش عليها. دونك ما طولش عليكم بزاف، نبداو في لا فيديو ديالنا. فقت مع 12 وبقيت كنت كنفطر وانا طاح عليا هاد الفكره هادي، وماشي من داك الساعه نصور باللي انا فايقه في 12 وكديك شي. نو 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 نو، المهم نتوما تيقوا فيا انا فقت في 12 اقسم بالله. المهم فقت في 12 نوت بدلت عليه، ماشي بدلت عليا نوت، خملت مع فطرت هي الاولى، خملت مع ماما الدار، درت الشغل شي ساعتين الشغل. دابا لا قلت شحال الساعه دابا، واو 4:30. المهم خليني نوريكم مزيان 4:30 4:30. دونك التحدي هو انني خصني نبقى فايقه حتى الغدا في الصباح مع 12 الظهر. حيت اليوم انا نطف 12، من 12 ل 12 الليل ل 12 ديال الغدا الصباح. صراحه انا ما صورتش بزاف ديال الحوايج في الصباح، عرفتي علاش؟ اصلا الصباح كنبقى فايقه، انا ما كنعش، حيت كيكون عندي بزاف ما يدار ما بين الحفاضه، التصوير ديال التيك توك، التصوير الانستغرام، دونك بزاف ما كنعش. المشكل فين؟ المشكل في الليل، ديك الليل اللي خصني نبقى نصور لكم دقيقه بدقيقه. دابا الحال ما نصور لكم دقيقه بدقيقه باش ما يجيش الفيديو طويل، انا يجي فيديو طويل بزاف نو، نصور لكم مقتطفات من داكشي اللي غندير. دابا انا كنتخيل راسي غنبقى فايقه حتى غدا في 12 النهار. انا اللي متاكده منه نقدر نبقى فايقه حتى الخمسه الصباح، الخمسه الصباح للغدا ما عارف. المهم خلينا نشوف واش نقدر نبقى فايقه ولا لا. بيس اللي غادي تاهي دير معايا التحدي ديال 24 ساعه بدون نوم. هل انت مستعده لهذه المغامره؟ يا صح. خليني دابا انا عندي صور تيك توك مجهزه الامور ديالي، لايف دايره هاد تريبود، جاب الحوايج ديالي حدايا، شقل بالطابله لي فرشت هادي. دابا تقول لي علاش كفرش هاد اللعيبه؟ فرش هاد اللعيبه في الارض، كفرشها في الارض كامله. علاش؟ باش ناخذ حريتي. علاش ماما كتقول لي هذيك توسخي الزربيه ولا وسختيها والله تنوضي تحكيها؟ واش انا عندي الجهد نحك شي زربيه؟ مالي تسطيت؟ كنفرش هاد اللعيبه هادي، فاش كنسالي كنجمعها ونحطها في الجنب. دونك ديما نفرشها فوق الزربيه، وبعد المرات كنخليها، كنعكز نبقى كل نهار نطلعها كنخليها. دونك ما جايين عندنا ضياف، ما كاين ضياف، كاينه غير انا بوحديتي. بيس اهلا. المهم صورت التيك توك تاعي، تلاحظوا تبهدلت والله تبهدلت. المهم صورت التيك توك وساليت، ودابا جيت للكوزينه. كما كتلاحظوا الكوزينه مورايا، علاش جيت للكوزينه؟ ماشي ندير شي حاجه زعما، ولا انا ديجا تغديت. المهم جيت للكوزينه باش نغسل المواعين، ميكروفون جيت للكوزينه باش نغسل المواعين. انا وراك المواعين اللي غنغسل، يعني على الاقل غادي ندوز الساعه. دابا الساعه حنشوف الساعه 6:05، 6:05 جيت للكوزينه ندوز واحد الساعه ديال المكانه وانا كنغسل المواعين. عندي قشله ديال القشوع، قشله ديال المواعين خصني نغسلهم. سي بيبي شحال المواعين غادي نغسل؟ المهم انا كنغسل في نفس الوقت كنكون حاطه التليفون حدايا، كنتفرج فشي حاجه، كنغسل كنغني، كنغسل كنضحك. علي المواعين كاملين صافي، نمشي نغسلهم، ما نزيدش نطول في الهضره بزاف زعما رانا كنتلف في الوقت. اهلا مره اخرى. عرفتي دابا شحال الساعه؟ دابا الوحده و6 ديال الدقائق. دونك انا العشيه كامله نعطيكم ملخص صغير داكشي اللي درت. من بعد ما غسلت المواعين خرجت انا وماما تقدينا شي لعيبات، المهم الخضره وداكشي ديال الدار. وفي نفس الوقت انا جيت باش نسهر هاد الليله انا والاخت الماسونه. قررنا اننا ما نعسوش في بيت النعاس، جينا نعسو في هاد المنطقه هادي. عرفتي علاش؟ علاش انا الويفي كاين خفيف اولا، ثاني حاجه هاد البلاصه هادي يعني كطل شويه على الزنقه باش ملي يجي الفجر نصور لكم الفجر. ثالث حاجه باش نكونوا بعادين على موالين الدار ونعسو على خاطرنا. المهم هادشي اللي كاين. شنو عندي دابا؟ اول حاجه نوريكم الوقت باش تاكدوا. الوحده و7 ديال الدقائق. شنو حنا درنا؟ جبنا
باش نسهروا هاد الليل. المهم جبنا العيبات باش نقصروا، جبنا بيمويات بيسكوي شوكولا شوكولا شيبس، هنايا انا عندي بيبسي، اختي هنايا عندها سبرايت. المهم عمرنا هادو وشريناهم. قولوا لي نتوما واش شريتو بي تي اس ميل ولا لا، وكي جاكم الثمن غالي ولا لا. انا بيان سور جاني الثمن غالي غالي بزاف على هاد الحوايج، مي اون توكا المهم ربحنا هاد العيبات هادو، وهذا ما كان جبناهم باش نقصروا بهم هاد الليله. قررنا انا واختي هاد الليله باش ندوزوها اننا غادي نتفرجوا لواحد المسلسل اللي هو فينزيتشو. ما عرفتش واش عرفتو بالنسبه ل تفرجتو واحد اللقطه في تيك توك؟ انا ما تفرجتلوش اختي، ما تفرجتلوش. دونك هذه اول مره نتفرجوا، كنت كنشوف الاعلانات ديالو في التيك توك. غادي نتفرجوا له هاد الليله، هي هادي كنجيبو به الصباح، انا متاكده غادي نجيبو به الصباح، يعني على كل راس ساعه نصور لكم اللقطه. اول حاجه غادي ندير هي غادي نطفي الضو. تفضل وطفينا الرينج لايت. دابا كتشوفوني غير بالاضاءه ديال بي سي، يعني اش تشوفوني بهذه الطريقه، هذه اضاءه ضعيفه مريحه فينك جنيه. المهم نديرو بحال هكا. حاجه بغينا نبداو بها عبد الله زروق، حد فيديو جديد. وبيان سيغ انا من لي فان ديال عبد الله زروق، اول حاجه ندير هو غادي نتفرج الفيديو ديالي. قولوا لي نتوما اين يوتيوبر عربي ولا مغربي كيعجبكم بزاف، وقدر نكون انا ما كنعرفوش، يعني كيدير محتويات بحال هادو. انا كيعجبني هذا، وكيعجبني جمال الفا، وكتعجبني شطماطا. نتوما شنو هو اليوتيوبر اللي كيعجبكم؟ اهو بعقلي حتى هو كيعجبني انا واختي. صافي نتوما قولوا لي في التعاليق اين يوتيوبر كيعجبكم. يعني اول حاجه بغيت نتفرج لهذا. شا جبت البطانيه، شو من بعد دابا هاد اللقطه اجبروا البطانيه ديرها على شعري، تشتبوا عارفيني انا دايره الحجاب باش ما نبانش بشعري. شحال ندير نزول الزيف، حيت فريمون كيخنقني انا الزيف، كيخنقني وكيخنقني بزاف ما نكذبش على الله، انا كيخنقني خصوصا في الصيف، الصيف كيخنقني بزاف. دونك غندير البطانيه على شعري من دابا للفوق. كي تخرجت لكم بالبطانيه ما تخلعوش، راه غير انا. صافي نتفرج دابا عبد الله زروق. دابا شحال الساعه؟ الوحده و13 دقيقه. حليل عاد الساعة 3 وحنا عاملين الحجمية فايقين، ريحة بدا يجي الناس والماكلة تسالس. المشكلة المؤونة تسالس، بقات الكوكيزة هادي، كوكيزة واحدة هي اللي بقات بطبيعة الحال، هادي ديالي مخباها عندي، باقي قدامنا الوقت طويل باش نكمل الغدا. انا نكره باينه نستسلم حيت السكريات كليت بزاف بزاف. كيف شفتي كيف ماهي هادشي اللي فاش اللي كخلاكم ما عرفتي واش تسمعوا ولا لا. المهم دابا اذن الفجر، المهم ركزوا مزيان تسمعوا. انا افتح لكم شويه بلاتي واحد دقيقه. متى الساعة شحال اختي؟ الربعة. الربعة الربعة وربعة الربعة وربعة الربعة وربعة الربعة وربعة الربعة وربعة وحنا مازالين فايقين. الفجر كيأذن وحنا مازالين فايقين، كنتي كنهضروها بشوية فحال اللي تقولو سارقين رابين. غادي نتستر معاك باي. شو كي وليت؟ عيني بدو كيضروني. سيدة مش هالساعة دابا خمسة الخمسة وتسعود واربعين دقيقة. لا ست صباح، قولوا ست صباح. إنها السادسة صباحا ونحن لازلنا مستيقظين. سنة الحلقة الثالثة في جينزيتشو. جينزيتشو كالسعدة. هاي اجين انت اجين اختي. دابا شحال الساعة؟ دابا 6:30. اتونتي نوريكم دابا 6:30. المهم هي كتبان لكم مقلوبة، المهم نتوما شوفوها مزيان. دابا 6:30، 6:34 دقيقة. ميشا بدات كتشرق، المهم انا ما بضطريت على حساب الظلام. و سبرايز از نسيت نسيت هي تصبرو هي تنعس. ريحاب ريحه صافي مشات ماتت، ما تقوليش تنوض دابا. الساعة
اختي ريحان خسرت التشالنج، انا اللي واقعه فايقه كجنيه رب وحدتي مع الكوب ديال بي تي اس، وانا هنا فايقه اختي نعسه باقي تقريبا قدامنا 5 ساعات، 5 ساعات وانا فايقه. علاش ماما ناضت؟ نسيت ما قلت لكم شي، ناضت تصلي الفجر، ناضت سحبنا الله سحبنا الله، كنا كنضحكوا ما نديرو شي تالت، قدنا نتوما باقي فايقين، قلنا لا عاوتينا قدنا حنا غادي نصلي الفجر. ايوا ومشينا وصلينا معاها تقبل الله وجلسنا عاوتاني كنستنى. دابا هي ماما ناسه وانا مازال سهرانه، دابا غتنوض الصباح تقول لي ودير الشغل، نقول لها ماما انا سهرانه الليل كامل، تقول لي مال مويا نهاية، قلت لك سهري. الله يحفظ من هذه الهجره غدا وصافي، كي حندير ندوز نهار غدا وانا ما ناساش ابسولوتلي غادي ندير الشغل مع ماما بطبيعه الحال، وغادي نطيح الناس، ما يمكنش ما يمكنش نزيد نبقى فايقه مور 12 النهار. كيف يا الناس تعب الساعه 7:30 7:30 اتوندي واحد دقيقه نوريكم الساعه. لايك يو سي إنها 7:25 هاد الساعة I'm totally dying، حاسة براسي كنموت. خليت ما كليت، ما خليت ما شربت، ما خليت فين تفرج، انستغرام درتو كامل، تيك توك درتو كامل، جاني الملل وعييت، مازال الوقت ما عيساليش. يا عقلي فين كنتي كتفكر؟ ملي كنتي باغي دير هاد التجربة هادي؟ الثامنة وثمانية عشر دقيقة ما رجل ما تسبان باني، الثامنة وثمانية عشر دقيقة الشمس شرقت، كما كطلعت الشمس شرقت بصح حبس عدة نفس جديدة بثلاثة ساعات، وانا فغيمو عييت، عييت بزاف، ما بقيتش قادة، وليت كاملة كنترعد، شدني واحد الرعدة وكل صراحة ما بقيتش قادة، فريمون ما بقيتش قادة، المهم ما بقاليش بزاف، غنحاول باش نكمل هاد ثلاثة ساعات اللي باقين ولا أربعة، راسي اللي بقى كيحرقني ما بقيتش عارفة تنحسب. وليت دايرة هكا، أنا عاسو عام جبدو دايرة دابا 10:45 جلسة دريتو، عارفة إلا حلي دريتو غنحس بالعينين ديالي كيحرقوني، مبقى والو، بقى ساعة قشرت صباغة. بقوة الفرحة عيني تحلو. عرفتي شحال الساعة دابا؟ 12:30 3 دقايق، 12:30، 12:30، صو درتها درتها درتها، وسهرت 24 ساعة وأنا فايقة، 24 ساعة وانا فايقة. شتي دابا باش حاسة؟ حاسة براسي درت واحد الانجاز كبير، تخيل دابا انا 24 ساعة وانا فايقة ومالي الدار باقي ما فاقوش. اصلا انا ديما اللي كنفيق بكري وما كيبقاو ناعسين، اتس نوت بروبليم، المشكلة انني ربحت التحدي ودرت 24 ساعة وانا ناعسة وانا فايقة، ويلي راه صافي طخت صافي، لساني تقال عليا ما بقيتش قادة. ايه ولي عنقول لكم هي ماما فاقت، ماما نعم 24 ساعة وانا فايقة، مش انا فيكس معاها، انا فيكس لولي، انا فيكس لولي، انت فيكسي انت، انا ما نعسشي هاي 24 ساعة وانا فايقة. دابا هما دابا هما يفيقوا وانا عرشي الناس صحوا على خير. الفيديو ديالنا ديال هاد النهار كنتمنى انه يكون عجبكم، واذا عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم، هاد الحركه هادي ما كتكلفكم والو الصراحه، والله ما كتكلفكم شي حاجه، غير عاد تضغطوا عليها وصافي، ما غادي تعذبكم ما غادي تاكلكم. وايضا اذا كنتو جديدين في القناه او لا مازال ما اشتركتوش في القناه، شي انا كيطلع لي بلي بزاف ناس كيشوفوا لا فيديو مي ما اشتركيش في القناه، كاينه واحد اللعيبه تما باللون الاحمر اقسم بالله ما تعضك اذا ضغطت عليها، غير ضغط عليها، جرب تضغط عليها، اما اذا فعلتي جرس ديك الجرس اللي حداه، اذا فعلتي عاد يزغرس، جرب شوف واش عايز يزغرس ولا لا.
تنساوش انكم تخليو لي الافكار ديالكم في التعاليق، اي فكره كنطلع الصاحب ديالها بحال العاده في لا فيديو. هذه الفكره ديال هذه المره كانت ديالي انا، زائد شاركوا لا فيديو مع اصحابكم مع احبابكم مع اي واحد كتعرفوا في ستورياتكم في اي دونت نو. المهم شاركوا لا فيديو اقصى حد ممكن. انا كتلف ليا الهضره، سوف قليل نقول لكم غير السلام عليكم ونشوفكم في لا فيديو الجاي. باي باي.